ضحك على تصور. خلينا واحدة واحدة دي الهيليد بون ماشي اللي تحت منها ده الثايرويد ايه كارتليج ودي الايه اللارينجال ايه برومينانس اللي هو الادمز ابل أيوة. تمام وكريكويد كارتليج ده هو عباره عن قرش قدام صغير ارتفاعه صغير واللامينه اللي ورا عريضه خلاص هي ايه دايره بس قدام قرش ورا لامينه على اللامينه ده على الابر بوردر بتاع اللامينه ده هي في تو اريتينويد كارتريجز اللي هم شكلهم ايه هرمي الشكل اللي لها ايبكس فوق ولها بيز ايه تحت ريليتد للابر بوردر بتاع الكريكويد كارتريج الجوينت اللي بين الثايرويد والكريكويد دهيت دي ساينوفيال والجوينت دهيت ساينوفيال الايبكس فوق اهي لازق نيكوليت ايه كارتريج تمام في الانجلز الثلاثه الانجلز الثلاثه بتوع البيز ادي بانجل ادي انجل وادي انجل قدام ده عدهم تاني بعدين اهو ادي انجل قدام اهي الانجل اللي قدام والانجل اللي ورا دي واللاترال دي صح وين اللي قدام الانجل اللي ورا دي مالها اهي الانجل دي خلاص الانجل ده دي ودي الانجل اهي شفت هتلاحظوا بقى ان الانجل اللي ورا ديت مالهاش اسم البوستير انجل دي مالهاش اسم مالهاش اهميه قوي خلاص اللاترال انجل دي اسمها ماسكولار بروسيس طالعه بارزه لبره المسلز اللي ماسكه فيها شدتها خلاص جميل الانجل اللي قدام ده هيت عامله لي حاجه اسمها فوكال ايه بروسيس فوكال بروسيس هنا شايفين خلاص تعال قرب فوكال بروسيس شايفين الفوكال بروسيس اهو ماشي اللي هو ماسك فيه الفوكال فولد ماشي ماشي يبقى انا عندي هنا الاريتينويد كارتيج ده طبعا سيرفيس وده سيرفيس وده سيرفيس خلاص وين البوكال فاضي اهو البوكال فولد ما لهم اسامي السيرفيس السيرفيس هذول ما لهم اسامي دكتور ما لا بص في عندنا هنا بوستيرو سيرفيس وانتيرو سيرفيس وميديال سيرفيس خلاص مش مهم الاسماء يعني ما تهتمش بيها هنا ده الايه البيجلوتس تمام وطبعا في جوينت بينها وبين الثايرويد كارتليج دي فايبرس جوينت مش ثايرويد بينه وبين بين الجلوتس والثايرويد ايوه الثايرويد الجلوت حلو خلاص دي فايبرس دي مش ثايرويد دي ثايرويد ودي ثايرويد خلاص طيب ده السكيلتون بتاعي طب بنكمل السكيلتون بايه بقى عندك هنا في ايه ليجامنت من برين هنا ميديان ولاتر تمام هنا في من برين ماسك ايه اللي بين الديلك دي ودي هنا بس الانتير بارت بتاعه اللي بتشوفه من قدام هنا اللي هو ميديان كريكو ثايرويد ليجامنت طب اللاترال كريكو ثايرويد ليجامنت اللي هو اللي نقول عليه ايه كريكو فوكال كريكو فوكال ميمبرين صح موجود فين مش باين قدامي لا ده باين من جوه شايفين ده هو ده هو نفسه الفوكال لا اللور بارت اصبر بس ده الكريكو فوكال ميمبرين خلاص طيب اوكي طب عايز بقى المجموعه دي ورجعنا هنوري كله ده او كده في الميمبرين انا شورت عليه ده اللور اتاتشمنت بتاعته ماسكه فين على ثايرويد بص لا لا على الكريكويد على الابر بوردر بتاع الكريكويد ايوه ايوه ابر الكريكويد صح اللور اتاتشمنت على الابر بوردر بتاع الكريكويد ممتاز ايه صادق تمام ماشي اه ماسكه هنا اهو ايش السؤال اللور اتاتشمنت اللور اتاتشمنت فين اي تحت في الكريكويد طب الابر بوردر بتاعه فري هو الفوكال كورد ماسك فين قدام وماسك فين ورا بص كده على من قدام على الانجل بتاع الثايرويد الفوكال فولد الانجل بتاع الثايرويد صح ورا ماسك فين في الاريتينويد الفوكال بروسس في الفوكال بروسس صح يبقى قدام ماسك في الانجل بتاعه الايه الثايرويد ورا ماسك فين في الفوكال ايه بروسس الفوكال بروسس رايت وليفت مظبوط خلاص طبعا هنا ايه اهو بص وهو مفتوح بعض عن بعض ازاي شايفين اثناء الكلام هذا ابدكش اثناء الكلام بيحصل انه يقفل كده الاول وضغط الهواء بيبقى عالي قوي فيقوم ايه يقوم ايه فتحه لما يفتح الهواء يندفع بقوه يهز الاحبال الصوتيه يطلع طيب إيه الصوت وش اللي خليه الصوت بقى كصوت بس انما الكلام اللبس والطنك والتيس طيب وش اللي خليه يفتح المسلز اللي بتعمل ابدكشن مصر واحده المصر اللي بتعمل ابدكشن الحين بنجي لهم هنجل
خلاص. يبقى احنا عندنا هنا دلوقتي الكريكو فوكال ممبرين فهمناه. الابر بوردر بتاعه عامل لي الفوكال ليجامنت. الفوكال ايه؟ ليجامنت. لما يتغطى بميوكس ممبرين بيبقى فولت. اسمه فولت. مظبوط. ماشي؟ مظبوط. طيب ده بالنسبه للجزئيه ده هي. طيب في حاجه تانية برضك يعني ملتبسه عليكم شويه وملخبطاكم. لو انا جبت الراجل ده هات ايدك صباعينك الاثنين دولت حطيت صباعينك الاثنين دول هنا كده كده اهو والراجل الثاني تعالى لف بقى معايا بقى يلا تعالى يا جمال حط ايدك زي تعالى جمال يبقى ده ايه وهنروح على الاراتينويد وروح على الاراتينويد طب سيبها يا جمال عشان انت مش هتتخيل قوي اهو اهو انا عامل ايدي اهو قصاد احمد اهو جميل. بين ايه بين اللاترال بوردر هنا وبين السيرفيس بتاع الايه الاراتينويد خلاص وزيها احمد بتشيل ايدك يا احمد بقى خلاص يبقى حطيت هنا وحطيت هنا ادي كده وادي كده مظبوط خلاص ده الممبرين اللي هو الايه كوادرانجولار ممبرين الكوادرانجولار ممبرين ده هو ابر بوردر فري ولور بوردر فري وانتيريورلي اتاتشد وبوستيريورلي ايه اتاتشد صح طب على العينه ديت هات العينه طيب الدكتور معلش انتيريور على الليبيجلوتس ولا على الليبيجلوتس على اللاترال بورد اي بس سؤال هنا بقى على العينه دي الكلام اللي انا شرحته دلوقتي على العينه دي العينه دي بصوا يا شباب ادي الليبيجلوتس اللي هو ده خلاص الازرق الازرق ده وده الاريتينويد خلاص الممبرين اللي بينهم بين اللاترال بوردر بتاع الابيجلوتس ده وبين السيرفيس بتاع الايه الاريتينويد ده كوادرانجولار ممبرين هو ده صح وفي واحد ناحيه الثانيه زي صح الكوادرانجولار ممبرين الابر بوردر بتاعه فري اللي هو بيعمل لي ايه اري ابيجلوتيك ليجامنت اري ابيجلوتيك ليجامنت دلوقتي متغطي هو بميوكس ممبرين بقى فولد مظبوط ماشي تحت هنا اللور بوردر ماسك من هنا لهنا معايا اللي هو ده اللور بوردر ده اللي هو الفيستيبولار فولد او الفيستيبولار ليجامنت اللي اتغطى بميوكس ممبرين بقى الفيستيبولار فولد اللي هو الفولد فوكال فولد خلاص يبقى ده كوادرانجولار ايه ممبرين فهمت يعني ايه كوادرانجولار ممبرين واضحه خلاص تمام يبقى انا عرفت دلوقتي في كريك اري بيجلوتيك فولد اهو وعرفت فيستيبولار فولد اهو وعرفت فوكال فولد اهو اري بيجلوتيك ليجامنت صح ليجامنت متغطي بالميوكس ممبرين بقى اسمه ايه فولد صح صح خلاص يبقى انا احط ايه دي كده تاني صح خطا عكس صح خلاص يبقى ده حطينا البتاع مطرحها خلاص كده اهي ماشي ماشي طب ايه بقى الفتحه دهيت اللارنجال ال ريمادرو اللارنجال ال بتاع اللارنس نفسه الهواء يعدي من هنا بصوا بصوا يا شباب من النوز على النيزو فارينكس على الاورو فارينكس بعد كده اللارنجيو فارينكس يخش من اللارنجيو فارينكس من اللارنجال انلت هنا من هنا اهو يخش على الايه على اللارنكس ده الهواء ماشي اهو 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 من النوز نيزو فارينكس اورو فارينكس لارنجيو فارينكس لارنكس وين ما في فتحه تراكيه ده نص صح؟ آه. أما حطهم على بعض بتبقى كده فين اللارنجو فارينكس هو ده؟ أحسن مزبط مزبط ده اللارنجو فارينكس خلاص؟ فالهواء جاي من فوق كده لحد اللارنجو فارينكس هيجي عند اللارنجو فارينكس تلاقي فتحة اللارنكس تخش طيب دكتور هذا إيش؟ ده إيه؟ ده الطنج ده الطنج جينيو جلوسس مصر ماشي؟ تمام خلاص يبقى هنا الالت بتاع اللارينكس طب الالت بتاع اللارينكس ده الباوندرز بتاعته ايه ده الابيجلوتس ده اريتونويد وده اريتونويد وبينهم في ايه الميوكس ممبرين اللي مغطي كده يبقى الميوكس ممبرين بتوين تو اريتونويد كارتليجز عامل البوستيرور باوندري بتاعتي صح ودي الانتيريور خلاص هنا فولد وهنا فولد اري ابيجلوتيك واري ايه ابيجلوتيك يبقى دي الباوندرز بتاعت الالت اوف ذا ايه لارينكس خلاص عامله كوميونيكيشن ايه قلت مع بتاعه اللارنكس عامله كوميونيكيشن مع اللارنجيو فارينكس ده بتراكيه انفيرو اللي بقى بتكمل بالتراكيه ماشي يبقى ده قلت بتاع اللارنكس اتفضل بعد انك ممكن بطلب بس لو تعيدهم بالراحه ايه هم الباوندرز الباوندرز تبع اللارنكس اه ده الابيجلوتس اهو شايفينه ده الابيجلوتس صح وده الاريتونويد واريتونويد في ميوكس ممبرين بين الاريتونويد ده والاريتونويد ده اللي هو هنا ده
اهو اللوكس ميمبرين ده اهو مظبوط خلاص يبقى ده ايه انتيريور ده بوستيريور خلاص يبقى لاترال هنا ولاترال هنا اري ابيجلوتيك فولد واري ابيجلوتيك فولد اللي هو الابر فري بوردر اوف كوادرانجولار ميمبرين صح ابر فري بوردر اوف كوادرانجولار مظبوط مظبوط كده يبقى ده الباوندرز بتاعت الليت اوف ذا ايه لاركس لما نيجي نبص هنا في الموديل ده هو هتلاقي ده ايه اري ابيجلوتيك فولد اهو خلاص ده فيستيبولار فولد ده فوكال فولد الديبريشن اللي بينهم ده ايه ساينس او فينتريكل ساينس او فينتريكل يبقى اللي بين التو فولدز دولت ساينس او فينتريكل لو انا شاورت لك على الفوكال فولد دوت النيرف سبلاي سنسوري النيرف سبلاي بتاعه ايه ريكارنت لارينج طب فوق منه انترنال لارينج انترنال دكتور اتفضل مش الفرق بين الفينتريكل ده هي ساينس مرادف للسبنتريكل السكيول بقى لا راميجلوتايتس ريماجروتايسس وريما فيستيبولوي ديت اللي هي ايه بقى بتوين ذا فيستيبولار فولد هسه هوريكم هو حاجه استراحه كله عايزكم كده المجموعه اللي هنا لا لا سيبك من دي دلوقتي بصوا كده هنا جوه كده شايفين جوه هنا فين الفيستيبولار فولد وفين الفوكال فولد باينين تحت بعض يعني واحد فوق واحد تحت بس واحد بره شويه واحد للداخل شويه ماشي بصوا المجموعه اللي هنا عشان نكسبوا وقت بصوا هنا المجموعه اللي هنا بصوا جوه هتلاقوا على الرايت سايد والليفت سايد في تو فولدز فوق بعض بس واحد لبره شويه واحد لداخل شويه شوفوهم كده بصوا عليهم اكدوا كده شوفوهم بصوا عليهم بصوا على الرايت سايد وعلى الليفت سايد في كلا الجانبين في تو فولدز فوق بعض واحد من بره شويه واحد مور لاترال يعني واحد مور ميديال صح واحد ابيض واحد لا ما اشوف الا الابيض اللي هو الفوكال اللي بره الفوكال طب اللي فوق منه ده لا لازم تشوفه بامبي ده البينك لحظه شوي حط بص بص عشان تتخيلوا هنا هنا دكتور بص يعني بصوا يا شباب بصوا ده فتحنا بصوا ده اللي فوق وده اللي تحت صح فيستيبولار وفوكال صح لما تقفل بقى اللي فوق منه الحين هو الفيستيبولار لما تقفل بقى بصوا كده وهنا بصوا كده بصوا هتلاقي واحد بينك ان كلر وواحد ابيض فعلا تحت منه ماشي البينك تكسر فيستيبولار فيستيبولار ماشي باينه ما اشوف الفوكال بس عم انا تخيلت الحال يعني الفوكال ليش دكتور هذا الاطراف الفوكال الابيض طب الصوره كان في شيء غريب لسه ما قلتش ليش هنا يمكن هنا لا لا ما استفدت احنا خلاص صحيح ماشي فزمانكم زعلان جدا عايز يعرف ريما فيستيبولار انا ما قلتش مش انت عندك فيستيبولار فورد الناحيه دي وفيستيبولار فورد الناحيه دي صح ولا على العينه نفسها المسافه اللي بينهم دي اسمها ريما فيستيبولار والفوكال فولد الناحيه يمين والفوكال كورد الناحيه شمال المسافه اللي بينهم ريما جلوتايتس يعني لو فتحت كده المسافه اللي بين الفوكال فولدز ديت جلوتايتس ريما جلوتايتس خلاص ريما جلوتايتس شوف بتفتح ده خلاص طبيعي يبقى المسافه اللي بينهم ريما جلوتايتس طيب واللي فوق يا ريما بيستبل السايرويد كارتلج جسمه غير محصور ايه احنا قلنا سكيلتون اوف لارينكس عباره عن ايه 3 سنجل كارتلج سايرويد كارتلج كريكويد كارتلج ايجلوتس 3 بيرت كارتلج اللي هم الريتينويد كونكتوريت وكونيت خلاص طيب تعالوا نشوفوا ايه ديه وحش نشوفوا ديه وحش نشوفوا داي حلو بصوا المجموعه اللي هنا بصوا دي ده اللارينكس يا شباب خلاص طب دي ايه التراكيه طب هعرفهم من بعض ازاي هعرف التراكيه من اللارينكس لا الرينج ممكن واضح شويه بصوا هذه ده ايه اسمه ايه ده الفولد ده اللي فوق ده اسمه ايه واللي تحت ده واللي في النص بينهم ده فنتريكل ساينس هوريكم تقلقوش كله هنشوف ماشي فنتريكل او ساينس طب بالنسبه للكارتليجز بالنسبه للايه الكارتليج الكارتليج طبعا احنا عندنا هنا ده ايه فين الانتيريور الابيجلوتس اهو شايفين الابيجلوتس يا شباب فين ده اهو خلاص يبقى الابيجلوتس رايح ماسك فين في الثايرويد ايه
كارتليج ده سيرويد كارتليج كل ده سيرويد كارتليج خلاص تحت السيرويد كارتليج في ايه كريكويد طب الكريكويد من قدام ارش صغير اهو شايفين الارش الصغير ده ده ومن ورا لامينا عريضه اللي هي دي حلو هذا اللامينا هذا خلاص يبقى عند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج هنا خلاص اللارينكس خلاص وبدات التراكيه هذا الموديل واضح هذا ماشي لو تشرح دكتور بصوا اللور ده الفيستيبولار فولد وده الفوكال فولد وبينهم ده الساينس او البنتك خلاص ده ايبيجلوتس خلاص الايبيجلوتس اهو حته منه كبيره باين نازله بس عشان محمد بس خلاص الايبيجلوتس راح ماسك في السيرويد كارتليج ده اسمه سيرويد كارتليج انا بخبط عليه ده عليه صوته شايفين تحت السيرويد كارتليج في الكريكويد عامل قرش هنا صغير ده نوع ابيض اهو ولمن اهو لا لا غير هذا لا هذا هذا خلاص ده الايه ده القرش وورا عامل لمن عريضه خلاص عند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج ده هو كده انت تبدا تراك وتبدا تراك خلاص الاريثينويد هذا خلاص الاريثينويد هنا اهو هذا هنا هنا عارف انا قطع بين الاثنين بين التو اريتينويدز خلاص ففي ماسلز بينهم زي ما هقول لكم دلوقتي اللغام البني دي ماسل هذا على الاريتينا ماسل بين التو اريتينويدز بين التو خلاص طب تعال بقى نشوف الماسلز اللي باينه قدامي يعني بصوا يا شباب دي الكريكوسايرويد وديت في السكشن من بره بتشوفها كريكوسايرويد الوحيدة اللي بتشوفها من بره خلاص طبعا دي السيروهايويد اكسترنسك ماسل خلاص اليفيتو نيجي بعد كده تعالوا بقى نبصوا هنا بصوا يا شباب معايا عندك ده اريتينويد كارتليج وده اريتينويد كارتليج بين الاثنين اريتينويد كارتليج دولت في فايبرز بالعرض وفايبرز اوبليك خلاص جميل. اللي بالعرض اللي هي ترانسفيرس اريتينويد والاوبليك اللي هي الاوبليك اريتينويد خلاص من الاريتينويد كارتليج هنا لحد اللاترال بوردر بتاع الابيجلوتس وماشيه على الاري ابيجلوتيك ليجامنت ماشيه مع الاري ابيجلوتيك ليجامنت هنا يبقى الاري ابيجلوتيك ماسل دي خلاص لما دول يعملوا كونتراكشن ودي تعمل كونتراكشن هيضيقوا الفتحه الانلت لا لا يضيقوا الانلت بتاع اللارنكس خلاص يعني سكر هذا كده يا دكتور الايه ده دولت هيقربوا من بعض من هنا من هنا هيقربوا من بعض خلاص وديت وديت المصل دهيت هتعمل كونتراكشن هتقربهم من بعض يعني سكر هذا خلاص تضيق مش تسكره بالكامل تضيق للفتحه لنت تضيق للفتحه بتاعت الانلت خلاص يعني صار سوالو اسمها الايه سوالو يعني فاثناء السوالنج بيحصل ايه البولس بتاعت الفود بتيجي من هنا كده وده هنا اهو خلاص فبتجيبه كده ليش الدكتور اللي يجيبها ده؟ البولس بتاع الفود الفود هو اللي يحرك يعني الفود البولس بتاع الفود بولس اللي هو ايه لقمة. انت بتاكل اللقمة مش اللقمة اللقمة بتتمضغ وتتعمل مع السلايفا تعمل لك عجينة كده كورة كده صغيرة اسمها البولس تقوم ايه جايه كده وضغط على دي وتنزلها كده ماشي في نفس الوقت الاليفيتورز بتاعه اللارينكس يرفعوا اللارينكس فوق اللارينكس يجي ناحيه الابيجلوتس والابيجلوتس ينزل تحت شويه سكر فيسكر لي ايه اللارينكس عشان ما يبقاش اكل يعدي في اللارينكس يروح للارينج وفارينكس ماشي ماشي طيب تسكر تمام دكتور سكر تسكر بحيث انه ما تسمحش للاكل يعني ماشي ماشي المصل اللي جايه من خلف ده من الكريكويد ده هي ورايحه للماسكولار بروسيس من ورا دي بوستيريور كريكو اريتينويد واللي من لاترال سايد بتاع الايه بصوا المجموعه اللي هنا شوفوا 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 المصل دي خلاص شايفين المصل دهيت شايفين المصل دهيت المصل دي حلو ها وين المصل دهيت تحت الايروبيكلوتيك مصل المصل دهيت خلاص من الايه من اللاترال سايد بتاع الكريكويد كارتريج ورايحه للماسكولار بروسيس دي اسمها لاترال كريكو اريتينويد اللي قدام ودي بوستيريور كريكو اريتينويد طبعا البوستيريور هتخلي الايه ماسكولار بروسيس يتشد ناحيتها كده فتلف لي ايه الاريتينويد الناحيه دي كده صح فتفتح ابدكشن اللاترال كريكو اريتينويد هتشد لقدام فدي هتلف كده صح بتسكر صح الايه شفاده لو لفت كده لو لفت كده فتحنا
صح. ابدكشن. ولو ايه ولو لفت كده تقفل. صح. ابدكشن وايه؟ ابدكشن. عكس بعض. خلاص يا شباب؟ بردك دولت بيساعدوا في الابدكشن والابدكشن المسلز ده يقربوا التو اريتونويد ترانسفيرس والوبليك. تمام. يبقى بصير كريكو اريتونويد لاترال كريكو اريتونويد اريتونويد او انتر اريتونويد ترانسفيرس وايه اوبليك. هذول وش زينون دول يا دكتور؟ الاوبليك والترانسفيرس. الاوبليك ترانسفيرس اولا بيضيقوا الفتحه بتاعت اللاركس. الحاجه الثانيه بيقربوا الاريتونويد كارديج من بعضهم وبالتالي بيقربوا الفوكال فولدز من بعضهم. يعني هذا كان بتاع الترانسفيرس والاوبليك كله. ادكشن الترانسفيرس والاوبليك. اي مظبوط مظبوط. بس الاوبليك الاكشن الاساسي بتاعها على الالت على ريجو. ماشي. طب هوريكم برضك الايه الفوكال فولد هنا في مصل عليه. شايفينها؟ شايفينها؟ دي بين ايه السيرويد والاريتونويد. صح. سيرويد سيرويد ايه. طب الموست ميديال بارت بتاع السيرويد الاريتونويد يبقى اسمه ايه؟ فوكال. اللي هو على الفوكال ليجامنت نفسه. فوكال. هي نفسها دي على بعضها اللي انا وريتها لكم دي سيرو اريتونويد. صح. خد بقى الحته اللي على الفوكال ليجامنت نفسه من المصل اسمها ايه؟ فوكالس. اللي هي بتعمل ايه بقى الفوكالس؟ لو تعمل كونتراكشن ريلاكسيشن للفوكال فوق. خلاص. انما الكريكو سيرويد مصل ده هي الاوريجين هنا والانسرشن هنا. الانسرشن ده هيروح لناحيه الاوريجين. يبقى ده هتشده لقدام. صح. لما اشد لقدام ده هوت هسحب معاه. لما اسحب لقدام ده يبقى هنا الايه الفوكال فولد اللي ماسك هنا من جوه هيتشد لقدام. صح. يتحرك الفوكال. انت بص جوه بيتحرك. لو انا لو دي سحبتها لقدام الفوكال فولد اللي انت شايفه قدامك ده او الليجامنت اللي قدامك ده هيتشد ولا مش هيتشد؟ لو انا حركت دي لقدام بتسحب الليجامنت ده. الليجامنت ده خلاص زي كده. حلو. بيتسحب. طب كويس. انا بس شعر. بس بس ما ساعدت. حلو. ايوه مظبوط. انا ما اعرفش بقى الموضوع والله ما اعرف. خلاص اهو شايف اتشد. اي مظبوط مظبوط. ما تشدش. تمام. سهله سهله. طب نيجي بعد كده هنا ايه تركي وري التركيه ده. هي حاجه التركيه ده. هي حاجه التركيه. بصوا يا شباب ادي ايه التركيه ده. تركيه برايمري برونكاس. برايمري برونكاس. سكندري برونكاس. سكندري برونكاس. سكندري برونكاس. سكندري برونكاس. سكندري برونكاس. تيرشري برونكاي. سيجمنتال. الى السيجمنت. صح. خلاص. الزاويه دي اسمها ايه؟ كارينا. كارينا مظبوط. طيب. تعالوا هنا على الموديل ده اللي زمايلكم امبارح ما شافوهوش. دي ايه؟ تركي. ايه ده؟ ده ده برونكس. رايت برونكس. ده والليفت. شايفين الفرق بين الرايت والليفت؟ ايوه. حتى لو ترفش ده صغير. هذا صغير ووايدر. واحد ده وايدر وده نارور. ده مور فيرتيكال. ده كوبليك. ديفايد قبل الهايلا. ده بيتقفل. ده بيتفايد قبل الايه ما يعدي من الهايلا. وهذا بعد الهايلا. دي اسمها المنطقه دي اسمها ايه؟ كارينا. صح. تمام. يبقى دوت رايت مين برونكاس. ليفت مين برونكاس. خلاص. ابر لوبر برونكاس. ميدل اند لوور لوبر برونكاس. بيتقسم الى ميدل لوبر برونكاس ولوور لوبر برونكاس. ده ليفت مين برونكاس. بيتقسم الى ابر لوبر برونكاس ولور لوبر برونكاس. الابر لوبر برونكاس بيتقسم الى ابر ديفيجن ولور ديفيجن. ابر ديفيجن ولور ديفيجن. خلاص. الابر يديني 3. اللور بيديني 2. ده بيديني 5. ده بيديني 5. ده بيديني 2. ده بيديني 3. سهله سهله. في اي سؤال؟ الله يخليك ما تقصر. عفوا. الله يجزاك خير. شكرا. ده بيتكرر اللانج. اللانج ريسبونس. Is it this one?